اليوم ضروري جدا نروح لعند الاستاذ حسان الجردي كرمال نعرف كيف حيكون طقسنا، هل المنخفض انحصر لليوم او نحن مستمرين ضمن الايام القادمه؟ يسعد صباحك استاذ حسان. صباح الخير. يسعد صباحك. يا هلا. صباح الخير. صباح الخيرات. يسعد صباحك. صباح الخير. صباح الخيرات. يسعد صباحك. يا هلا. يسعد صباحك استاذ حسان. بعدنا نحن تحت تاثير هذا المنخفض الجوي، فيا ريت هيك نعرف تفاصيل اكثر كيف حيكون طقسنا ضمن الايام القادمه. تكرم عينك. هلا بالنسبه للحاله الجويه السائده والمتوقعه خلال 24 ساعه القادمه واخبار المنخفض الجوي والاجواء الكانونيه الماطره والبارده اللي عم نعيشها من يومين، الاجواء مستمره معنا لليوم. ذروه هذا المنخفض اللي اجى بالمرحله الثانيه اللي له مستمرة هي لليوم، هي الذروة الحالية له كانت مبارح بالليل الذروة ومستمرة لليوم خلال ساعات مساء اليوم والليل. الهطولات كانت متميزة بأغلب المناطق عامة وشاملة. أكبر كمية هطول كانت بمحافظة طرطوس بمشط الحلو 75 مليمتر، بطرطوس كان 25 ميلي، بصافيتا 62 ميلي، ببانياس 20 ميلي. بمحافظة اللاذقية كانت أكبر كمية هطول بالغتيلبية 40 ميلي، بكسر 42، قرداحة 25، مطار الشهيد باسل الأسد الدولي 13، مركز المحافظة بطرطوس تقريبا 3 ميلي، بالقنيطرة 25.5 ميلي، بسرغاية 30 ميلي، بحلب المطار 25 ميلي، بمركز جامعة حلب بالمدينة تقريبا 32.5 ميلي، بالرقة 5، بجرابلس 6، طل أبيض 6.5، دير الزور 3، القامشلي 7، البوكمال 1 تقريبا. نحن عم نعطي بعض المحطات على سبيل المثال. الأمطار كانت عامة وشاملة بأغلب المناطق والهطولات كانت متميزة وغزيرة بالساحل السوري وبالشمال الغربي. هلأ اليوم بيستمر معنا تأثير المنخفض الجوي الممتد بكافة طبقات الجو المرفق بكتلة هوائية شديدة البرودة منشأها عم يكون قطبي، بيستمر لليوم. وذروة هذا المنخفض مستمرة معنا كمان لليوم خلال ساعات الليل. الأجواء بشكل عام عم تكون أجواء غائمة دائمة ماطرة على فترات، الهطولات عم تكون غزيرة ومصحوبة بالعواصف الرعدية وحبات البرد خاصة بالمناطق الساحلية والشمالية الغربية. هطلع عم يكون ممزوج بالثلج فوق المرتفعات الجبلية العالية، درجات الحرارة عم تميل للانخفاض وتتحول معدلاتها أو أدنى بقليل لمثل هذه الفترة من السنة. خلال ساعات الليل بشكل عام عم تكون الأجواء باردة ولكن شديدة البرودة عم تكون بالمرتفعات الجبلية، يحذر من تشكل الضباب في القلمون وأجزاء من المنطقة الشمالية والشرقية والوسطى خلال ساعات الليل والصباح الباكر. والرياح عم تكون جنوبية إلى جنوبية غربية معتدلة مع هبات نشطة عم تتجاوز سرعة الهبات لبعض الأحيان 60 كيلومتر بالساعة تحديدا بالمناطق الجنوبية والغربية، والبحر عالي إلى متوسط ارتفاع الموج خلال ساعات المساء والليل. هلأ بتستمر معنا هذه الأجواء، بكرة بتضعف الأجواء بشكل عام بأغلب المناطق والمدن وبتخف الفاعلية وبيكون في عنا فترات الانقشاع أكثر من اليوم بكثير، والفاعلية بتكون محصورة بشكل عام بالمناطق الساحلية بالشمالية بمناطق متفرقة أجزاء من الوسطى والجنوبية والجنوبية الغربية، والأجواء الباردة بتضل هي سيدة الموقف خلال ساعات الليل، والشديدة البرودة بتكون هي موجودة بالمناطق الجبلية واحتمال تشكل الضباب عم يكون بالقلمون وبعض المناطق الداخلية. الرياح الجنوبية الغربية بتضل مستمرة معنا، بتضل معنا هيدي الأجواء وفرصة الهطل المطري حتى يوم الأربعاء تقريبا. ببلش الجو يميل للاستقرار بشكل تدريجي وجزئي بدءا من الساحل السوري، وتمتد الأجواء المستقرة لحتى تكون معنا الأجواء بين الصحوة والغائمة جزئيا يوم الخميس نهاية هيدا الأسبوع، والحرارات بتميل للارتفاع مع فرصة ضعيفة لهطل زخات خفيفة من المطر بالمرتفعات الساحلية وأجزاء من المنطقة الشمالية الغربية. بشكل عام الأجواء الغير المستقرة بتضل معنا تقريبا حتى منتصف هيدا الأسبوع، بتبلش الأجواء تستقر ولكن الاستقرار ما بنلاحظه بشكل فعلي حتى نهاية هيدا الأسبوع تقريبا. الانقشاعات بتضل موجودة والحرارات تقريبا حول المعدل ما بين تغيرات طفيفة أعلى وأدنى من معدلاتها بقليل لمثل هذه الفترة من السنة، ولكن بنلاحظ الارتفاع بدرجات الحرارة بيكون من نهاية الأسبوع بشكل طفيف أيضا. وخلال ساعات الليل الأجواء الباردة والضباب هو عم يكون سيد الموقف ببعض المناطق الداخلية والقلمون. أما درجات الحرارة المتوقعة بتأمنا العاصمة دمشق لليوم 11.6، القنيطرة 10.6، القلمون المرتفعات الجبلية 6.5، درعا 11.6، سويدا 10.5، المنطقة الوسطى حمص وحماة 12.7، الحسكة منطقة الجزيرة 11.4، الساحل السوري اللاذقية وطرطوس 18.11، بالشمال حلب وإدلب 10.4، دير الزور الرقة البوكمال المنطقة الشرقية 14.5، وأخيرا بالبادية السورية مدينة تدمر 12.6. بس نحن بنحذر دائما من حدوث السيول بالأماكن المنخفضة بالوديان بالمنحدرات
خاصة بالمناطق الساحلية والشمالية الغربية، إضافة من ارتفاع الموج لليوم فقط. هلا بكرة تكون الأمواج متوسطة إلى خفيفة، لأنه الموج ممكن يتجاوز اليوم تقريبا 2 متر، وبالإضافة إلى الضباب اللي بده يتشكل خلال الأيام القادمة بالقلمون وببعض المناطق الداخلية.